دلوقتي، وعمك شوقي مع يوسف اللي في القسم، وصاحبه الكوارث دي كلها مش عايز تنطق ولا كلمه. انطقي. لا يا ماما، انا مش صاحبه كوارث، حضرتك السبب. انا السبب؟ ما انت لو ما كنتيش ضربتي شيماء ورفضتيها من المدرسه ما كانش كل ده حصل. انا يا ماما ايه يا ماما اللي انت بتعملي ده؟ حق، اصل انا ما ضربتش في الكلام صح. يا ماما ايه؟ يا ماما ايه؟ يا ماما ايه؟ صوتي صوتك انت كلمتي. وايه ده وشرشيح ده؟ انت عملته ليه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه سلبتك؟ راح في ايه اتهبلته؟ في ايه؟ انا هبله هبله فعلا من زمان، علشان ربيت كل بنات المدرسه ونسيت ارد المحروسه بنتك. ركزي معايا من فضلك، اهدي كده، امسكي اعصابك، سيبي الربايه لابوها، وتفضلي شوفي البنت اللي طالباكي بالاسم. بنت مين اللي طالباني بالاسم؟ هي فائت؟ فائت، ومش هتتكلم الا معاكي. ولو سمحتي، بقول امسكي اعصابك، لو سمحتي سايسيها لحد ما تكلم ابوها ونحلها ودي. هو ابوها جه؟ لا، ابوها في القسم عند شوقي ومصر يكمل المحضر وعايز يحبس يوسف. اهدي. الحكايه فيديو. فيديو ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. انت قصدك الفيديوهات بتاعتك اللي على النت؟ لا يا ابله، انا اقصد فيديو تاني يخص نجاه. نجات بنتي انا؟ معلش يا طنط، هي بس تقصد يعني. لو سمحت سيبني اتكلم. طب اهدي يا حبيبتي، اهدي بالراحه كده واتكلمي. حبيبتك؟ انا حبيبتك؟ ايوه حبيبتي، حبيبتي زي بناتي اللي في البيت واللي في المدرسه. انت طبعا زعلانه علشان لما قسيت عليكي وضربتك وكده يعني. والنبي بس يا ابله ما تصعبهاش عليا اكتر من كده. أصعبها عليكي ليه؟ شيماء انتي أنا غبية وحيوانة وما استاهلش ولا كلمة من كلامك ده. أنا ذبحت نجاتي قبله، وأنا اللي كنت هفضحها وهبوظ لها حياتها كلها. انت يا نوعة. أيوة يا بابا، أنا ولو عايز تحط رقبتي تحت رجلك وتعمل اللي حضرتك عايزه أنا موافقة. أنا أعمل إيه فيك يعني أكتر من اللي أنت عاملاه في نفسك دلوقتي؟ بنتي نجات البريئة الرقيقة اللي بتتكسف من خيالها بلبس البيت وبترقصي للناس عشان إيه بقى؟ والله يا بابا والله ما وريتهوش لحد ولا فرجته لحد ولا كنت عمري هشيره أصلا. ما أنت عملتي كده يا غبية، فرجتي صاحبتك وانت كده اللي اديتهولها بايدك. والله العظيم ما اديتهولها، ما حصلش. انا اللي سرقته يا ابله، وانا اللي كنت هبيعه واشيره في كل حته وافضحه. طبعا طبعا، بعد ما ضربتك عندي في المكتب وهنتك واجهتك بفيديوهات، اكيد طبعا كان لازم تخرجي تفش غليلك وتنتقمي باي طريقه. ما تلوميش نفسك يا ابله، انا نقلت الفيديو من قبل ما ادخل. من قبل ما تدخلي لي؟ طب عملت كده ليه؟ معلش يا طنط اعذريها، اصل الموضوع يعني انا مش فاهمه حاجه. انا كمان مش فاهمه انت مين علشان يبقى ليك دعوه بالموضوع ده. نعم، بايه يا اختي؟ بحبك وعايز اتجوزك. قابلته مرتين يا بابا، مره عندي فايزه في الكليه ومره جالي تحت البيت وخرجت معاه في عربيته. مش هعرف اخبيه اكتر من كده. نهار اسود. معلش يا بابا عشان خاطري، نستنى بس كده وهنكمل كلامنا في البيت. اذنك شويه، اذنك شويه لما نروح بس يا بابا. يعني كفاية إن أنا أبقى غلطان، مش لازم أنحط أكتر من كده وأبقى كذاب، أبقى بلاوة وأبقى جبان. بصراحة عشان حتى أقدر أحترم شجاعتك وأصدق إنك متضايقة من غلطك وندمانة. رد عليا.